صباح النور الغزالة التوعي، كي صبحتوا لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. المهم طولت عليكم الغيبه، شحال هذا ما حطيت حتى حاجه. شي مرات كيجيك الملل، كيجيك اش نقول لك، ما كتكونش عندك الرغبه باش تصوري. ماشي مشكل، انا معكم من جديد. اليوم غادي نتشارك معكم، غيكون واحد الفيديو اللي هو زوين، غنشارك معكم واحد جوج فرحات ان شاء الله. الفرحه الاولى غادي يجي ولد اختي عندي، والفرحه الثانيه هي 4000 ساعه البنات، 4000 ساعه واخيرا ساليت 4000 ساعه. صعيبه صعيبه بزاف. المهم مازال ما قدمتش القناه للمراجعه، ان شاء الله كنتمنى يكون خير وتقبل القناه. دعواتكم فضل الله وفضلكم ان شاء الله غتزيد القناه القدام وغادي تقبل ان شاء الله. غير دعواتكم، دعوا معايا باش تقبل القناه. المهم البنات، اليوم غنتشارك معكم واحد الطورطه. كيف ما قلت لكم غادي نصايبو تشيز كيك، غتمشيو معايا باش نوريكم المقادير والطريقه تاع التحضير. ما تنسونيش من التعاليق الزوينه واحد لايك، وفعلوا اللي ما مشتركش اللي اول مره كيدخل القناه كنقول ليه مرحبا بك، كنقول لكم مرحبا بكم، شرفتوني. ما تنساوش تفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. يلا بقاو معايا، غادي تشاركوا معايا اي حاجه درتها غتشاركوا معايا ان شاء الله. كوكو البنات، انا جيت باش نتشارك معكم الطورطه تاع تشيز كيك. هذه راه سبق ليا ودرتها في راس العام، جات زوينه بزاف. غنحتاجو 60 غرام تاع الزبده مذوبه وبسكوي، هي كتجي طبقات، غير تبعوا معايا. المهم بسكوي اي نوع تاع بسكوي تقدروا تستعملوه، ماشي بالضبط هذا، المهم اي نوع عندكم ديروه. وغادي تزيدوا عليه من بعد الزبده حتى تتحاولوا تطحنوه مزيان، من الافضل ديروه في الطحانه وصافي. غنزيد عليه الزبده وغادي نحطو في المول باش ندوز المرحله الثانيه. بقاو معايا. كما شفتوا راه حاولت هاد الطبقه هذه كتخدموها مزيان البنات باش كتشد كتقساح. غادي تدخلوها للتلاجة وغادي ندوزوا للمرحله الثانيه. غنحتاج الكاس تاع الماء بارد، وعندي هنايا الجيلاتين، غنحتاج لثلاثه الوريقات تاع الجيلاتين. غادي نحطوا الجيلاتين في الماء، المهم غادي نصايب معاكم حاجه بحاجه خطوه بخطوه باش ما تجيكمش شي حاجه معقده. صافي هنايا غنزيد عليها الماء بارد وغادي نخليها باش غندوزو المرحله الثانيه. يعني غير الماء بارد، ما تديروش الماء دافي البنات. بالنسبه للمرحله الثانيه غنحتاج لثلاثه المعالق تاع السكر، سكر سنيده. عندي 250 غرام تاع الماسكاربون، تقدروا تستعملوا 500 غرام تاع الريكوتا. انا درت 250 غرام تاع الفرماج ماسكاربون و 250 غرام تاع الريكوتا، هي الجبن الريكوتا البنات هي الجبن. وعندي كاس تاع القشده الطريه اللي خاصه بالحلويات، كاس كبير. صافي هادشي هو اللي غادي نحتاج
بالنسبة للطبقة الثانية دابا غادي نبداو على بركة الله. غادي ديرو هاد الجبن هذا وغادي تزيدو عليه الفرماج ماسكربون والسنيدة. اول حاجة كتصفيوه من داك الماء اللي تيكون فيه، واللي بغى يقدر يدير 500 غرام تاع الجبن. انا غير قلت ندير نص الكمية من الجبن ونص كمية تاع الفرماج. هذا الماسكربون تقدروا ديروا فيلادلفيا، اي نوع تيعجبكم ديروه. وصافي كتزيدوا السكر، سهله سهله بزاف، راه حتى حاجه ما معقده فيها. وصافي دابا غادي نطرب بالطراب. اول حاجه البنات غادي نزيدوا واحد شويه تاع الكريمه اولا القشده الطريه اللي خاصه بالحلويات. غنحتفظوا بداك الشيء اللي بقى في الكاس، من بعد غنقول لكم لاش هذاك الشيء اللي بقى في الكاس غنقول لكم لاش. المهم هذا غادي نسخنوه باش غندوبوا فيه ديك الجيلاتين. صافي غادي نخلطو مزيان مزيان مزيان. كيف ما شفتوا هذه راها وجدات، صفيت الجيلاتين من الماء وغادي نزيدو عليه القشده الطريه اللي دفيتها البنات. ضروري كتدفيوها باش كتذوب ديك الجيلاتين، خاصكم ضروري هاد المرحله تدفيو القشده الطريه باش تذوب لكم الجيلاتين. كيف ما شفتوا الجيلاتين راها دابت، غنزيدوها على هاد الخليط هذا وغادي نطربو تاني مزيان. وصافي وغادي تكون هذه هي الطبقه الوسطانيه، كاينه لتحت والوسط. قولي يا كتبني في عماره المهم من بعد ما خرجت هذاك البسكوي حطيته في الثلاجه باش يشد مزيان، عاد غادي نحط هذه الكريمه تاعتي ونحاول نسرحها مزيان مزيان مزيان. صافي وغادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان، غتولي قاسحة على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ الكوفيتير، اي كوفيتير البنات عندكم تستعملوه، تاع المشماش تاع الفريز. انا هنايا شديت تاع الفريز طحنته مزيان ما بقاوش فيه دوك القطع تاع الفريز. وغادي نديرو على الوجه تاع الطورطه. هاد الطورطه كتجي زوينه بزاف، زوينه زوينه، غير جربوها. واللي جرباتها تخلي لي تعليق تقول لي هند راه جربت الطورطه وعجبتني بزاف، لحقاش كتجي بنينه ولذيذه زوينه كترت عليكم بنينه لذيذه زوينه. وهذا هو الشكل النهائي، كنتمنى انها تنال الاعجاب تاعكم. يلا كنتمناكم تجربوها وبصحتكم وراحتكم. وغادي نمشي نسالي الشقه تاعي اللي باقي ليا. صافي هنايا غادي نوجد الكفته، وجدت الكفته ودرت فيها اليقامه والعطريه كاع داكشي تاع التوابل درتو في الكفته. غادي نديرها نشويها في الفران. وهنايا غنصايب شلاضه تاع الميموزا، سلقت البيض خيزو وبطاطا وحكيت الباربه. وغنحتاج للطون وصافي والمايونيز والملحه وشويه تاع الملحه. وهنايا راه وجدت الكاب كيك، ميني كيك ولا ما عرفت، المهم ميني كيك. البنات راه كنوريكم غير لقطات، لحقاش انا كنجري وكنصور بشويه باش نحاول نوريكم كل شيء. صافي هنايا راه الكفته شويتها وداك الشيء، وهما ما بقى لهم والو ويوصلوا ان شاء الله. غير هو يا بديت بكري وجدت بكري. المهم هذه هي المائده تاعنا، وجدت كل شيء بكري.